طيب، لمزيد من التفاصيل حوالين اختبارات القدرات بينضم لنا على الهاتف دكتور سيد عاصطة، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك يا دكتور. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. دكتور يعني. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يبارك في حضرتك. في أسئلة كتير الحقيقة محيرة ومتكررة حوالين اختبارات القدرات، فخلينا نبدأ بمعرفة إيه هي آلية التقدم لهذه الاختبارات مبدئيا. طبعا احنا بنشكر حضرتك وبنقول للطلبه اللي هم حافظين على الثانويه العامه السنه دي هذا العام، او اللي قدوا امتحان الثانويه العامه، من حقهم يأدوا اختبارات القدرات في الكليات التي يتطلب اجتياز اختبار القدرات. زي كليات الفنون الجميله، الفنون التربيه الرياضيه، تربيه موسيقيه، تربيه فنيه، لان هي لازم الطالب يأدي اختبارات القدرات فيها. وطبعا احنا بننصح الطلبه ان هم، احنا طبعا دلوقتي تقدم حوالي 77 الف طالب على موقع التنسيق الالكتروني للطلاب اللي هم حجزوا اختبار القدرات، وفعلا الكليات دلوقتي بتعمل اختبار القدرات للطلاب على مستوى الجامعات المصريه الحكوميه. يا فندم، شكل الاختبارات بيكون عامل ازاي؟ لان في طالب قد يكون عنده الموهبه لكن ما يعرفش ازاي يوظفها عشان ينجح في هذا الاختبار، اختبار القدرات. طبعا الكليات بتحتاج مواهب يعني تربيه رياضيه، طبعا كليه تربيه رياضيه طبعا لازم يكون طالب مؤهل بدني، بتطلب مهارات معينه، مهارات رياضيه. التربيه الفنيه طبعا عند موهبه الرسم، الفنون التطبيقيه ده فيها شعبه فنون، وكليه الفنون الجميله فيها شعبه فنون وفيها شعبه اماره. الكليه دي بتحتاج مهارات معينه، والطالب طبعا كل طالب عنده الموهبه، الطالب اللي عنده الموهبه وعنده قدره ان هو شايف نفسه ان هو يقدر يعني يجتاز هذه الاختبارات فبيقدم فيها. واحنا اللي عندي دلوقتي فاتحين الموقع من يوم 3/7 لعند يوم 23/7. كله اونلاين يا فندم؟ كله اونلاين. وبننصح الطلبه من خلال برنامج حضرتك ان على كل الطلاب الراغبين في اداء هذه الاختبارات ان هم يقدموا ويسجلوا على الموقع، لان بعد يوم 23/7 لن تفتح قدرات مره اخرى. فكل طالب قدم امتحان الثانويه العامه هذا العام يقدر يقدم على الموقع لحجز اختبار القدرات. احنا عرفنا يا فندم ان التقدم بيكون بعد حوالي 3 ايام من ظهور النتيجه في بعض الكليات. صحيح يا فندم ولا امتى؟ حضرتك هتيجي بالنسبه لايه؟ لا يعني مثلا خلاص تم تحديد مثلا المرحله الاولى مثلا وهتكون بتشمل كليات كذا كذا كذا، ده ملوش علاقه بالموضوع صح؟ لا ملوش علاقه بالموضوع. أي علاقة. ده احنا لا ده حاجه تانية. احنا اللي عند الوقت بننتظر اعلان نتيجه الثانويه العامه من وزاره التربيه والتعليم، وبعد اعلانها رسميا في المدارس النتيجه بتجي لنا، وبنبدا بعد 72 ساعه من اعلانها رسميا نبدا نفتح معالي الوزير يصدر بيان صحفي لتحديد بدايه المرحله الاولى. تمام جدا. ممكن يا فندم يكون طالب عنده قدرات خاصه على المستوى الرياضي او حتى على المستوى الفني، فهل هنا هو قادر ان هو يقدم لاكثر من اختبار لاكثر من كليه؟ من حق الطالب يقدم في كذا اختبار، يعني من حق الطالب يقدم فنون جميله، يقدم تربيه رياضيه، يقدم فنون تطبيقيه، من حقه يقدم في كذا اختبار. ده وارد جدا. مش ده وارد جدا. في طلبه كتير كده. فالطالب اللي شايف نفسه انه يقدم في كذا اختبار من حقه يعني. طيب لو فرضا في طالب رسب في واحد من اختبارات القدرات طبعا، هل يقدر يتقدم مره ثانيه ولا ده خلاص الموضوع بالنسبه له؟ هي مره واحده فقط بس، لان الكليه دي حتى لو الطالب مهما كان مجموعه وما اجتازش اختبار لن يرشح لهذه الكليه، لازم يكون اجتاز الاختبار القدرات للكليه دي. طب فندم، هل في اوراق معينه كده او استعدادات ممكن الطالب كده يكون مجهزه وهو جاي بيختبر عند حضراتكم؟ طبعا الطالب بالنسبه للتقديم على الموقع برقم الجلوس ورقم القومي بس، وبيخش على الموقع. دلوقتي تقدم 79 الف طالب حجز اختبار القدرات، مفيش اي مشكله بالنسبه للتسجيل. طيب في بعض الطلبه بيكونوا عن طريق الشهادات المعادله برضه، اللي بينطبق على الطالب اللي في وضع طبيعي بينطبق على هؤلاء ولا القصه بتختلف؟ ينطبق على شهادات المعادله، بس احنا الشهادات المعادله بنفتح لهم مرحله ثانيه، لان بالنسبه ليهم بنفتح لهم مرحله خاصه بالشهادات المعادله العربيه الاجنبيه. وكذلك بالنسبه للشهادات الفنيه بنفتح لهم مرحله قدرات مره ثانيه. طب هل تم تحديد ميعاد يا فندم لهؤلاء ولا لسه؟ لا ان شاء الله باذن الله يتحدد لاحقا ان شاء الله. طيب انا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا
دكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كنت معنا هاتفيا، ألف شكر لوجودك معنا.